بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الأول والإعدادي، أهلا بكم ومرحبا في قناة حراء التعليمية. النهاردة أولاد عندنا الوحدة الثالثة مصر التاريخ، الدرس الأول بعنوان عصر الدولة القديمة بين قوسين عصر بناة الأهرام. أول حاجة أكيد هنبدأ بالمراجعة الجزئية كالمعتاد. المراجعة الجزئية، السؤال الأول، صوب. اكتشف المصري القديم أنماط في عصر ما قبل الأخرام. بص كده على السؤال تاني مع بعض. اكتشف المصري القديم النار في عصر ما قبل الاختراق. يلا كده معايا سنه اولى. ها، امتى اكتشف المصري القديم النار؟ كده التصويب بتاعي لا، هي مش في عصر ما قبل الاختراق، هي في العصر الحجري القديم. الله ينور. سنه اولى. السؤال رقم 2 بيقول لي كانت مدينه طيبه عاصمه مملكه الجنوب. لا، ده مش مدينه طيبه هي عاصمه مملكه الجنوب. لا، تعالى كده نشوف الاجابه الصعبه بتاعتنا. سامع ناس بتقولها لي بالظبط كده، هي نجد. يبقى كانت مدينه هي عاصمة مملكة الجنوب. السؤال رقم 2، اكتب ما تشير اليه العبارة. رقم 1 بيقول لي عصر يشمل الاسرتين الاولى والثانية. ده العصر العتيق، واللي قلنا اللي كونه مين؟ اللي قلنا اللي كونه الملك مينا موحد القطرين. رقم 2 بيقول لي معبود مملكة الشمال. معبود مملكة الشمال هو ثعبان الكبرى. نبدأ مع بعض كده أولاد. يطلق على عصر الدولة القديمة عصر بناة الأهرام. النهاردة هنبدأ ناخد عصور الدولة القديمة بعد ما خدنا وحدة شعب وخدنا العصر العتيق في المرة أو الدرس السابق. وأول سؤال أو أول حاجة هنتكلم عنها في الدرس النهاردة أولاد، بيقول لي بما تفسر يطلق على عصر الدولة القديمة عصر بناة الأهرام. ليه عصر الدولة القديمة؟ طبعا احنا قسمنا المرة اللي فاتت إن هناخد عصر الدولة القديمة ثم عصر الدولة الوسطى ثم عصر الدولة الحديثة. النهاردة معادنا مع عصر الدولة القديمة، وأول سؤال بيقول لي ليه بما تفسر سميت بعصر بناة الأهرام. احنا ممكن يا مستر من غير ما نشوف الإجابة، هو طالما أطلق عليه عصر بناة الأهرامات يبقى أكيد الملوك بتوع العصر ده اهتموا بتشييد الأهرامات. يبقى تعالى كده نشوف الإجابة مع بعض سنة أولى. يبقى بسبب كثرة ما بناه ملوكاه من أهرامات ضخمة، الأهرامات بتاعتي دي امتدت من اللي فين؟ امتدت من الفيوم جنوبا حتى الجيزة شمالا. يبقى عصر الدولة القديمة بيطلق عليه عصر بناة الأهرامات أو عصر بناة الأهرام. طيب سؤال بيرد على سؤال، يعني هو بيقول لي ليه عصر الدولة القديمة أطلق عليه عصر بناة الأهرام؟ طبعا الميس قالت لنا بسبب كثرة ما بناه ملوكها من أهرامات ضخمة امتدت من الفيوم جنوبا حتى الجيزة شمالا. بيرد عليا بسؤال تاني، طب ليه الملوك دول استخدموا وبنوا الأهرامات دي واهتموا قوي كده ببناء الأهرامات الضخمة؟ الإجابة هتكون حرص المصريون القدماء على تشييد الاهرامات. طيب نتوقع كده سنه اولى ممكن يكونوا عملوا الاهرامات دي ليه؟ قال لي عشان هم كان عندهم اعتقاد اسمه البعث والخلود، يبقى بسبب اعتقادهم في البعث والخلود. طب يعني ايه سنه اولى بعث وخلود؟ قال لي كلمه بعث ان الانسان هيحيا مره ثانيه وهيعيش حياه خالده لا موت بعدها. ومش بس كده كمان، ده علشان تكون مقابر حصينه لهم. يعني ايه مقابر؟ يعني مدافن يتدفنوا فيها بعد ما يموتوا. ومش بس كده كمان، يبقى المقابر او المدافن دي هيوضع فيها جثث الموتى بعد تحنيطها. طب يعني ايه كلمه تحنيط؟ يعني هيحفظوا جثث الموتى سليمه. طب هيحفظوا جثث الموتى سليمه ليه؟ لاعتقادهم في البعث والخلود. يعني افهم من كده يا ميس ان الملوك اهتموا ببناء الاهرامات دي عشان عاملينها مقابر ليهم. بالظبط. ليه عاملينها مقابر حصينه وضخمه بالمنظر ده؟ زي ما الميس ما قالت، عشان بيعتقدوا في البعث والخلود، كانوا بيعتقدوا وبيفتكروا ان هم هيبعثوا مره اخرى ويعيشوا حياة أبدية لا موت فيها، عايزين يحفظوا الجثث بتاعتهم فبيحنطوها وبيحطوها في المقابر الضخمة اللي بنوها في العصر ده، عشان كده سمي عصر بناة الأهرام. نيجي بعد كده بيقول لي في ملحوظة، تميز عصر الدولة القديمة بالرخاء والاستقرار والسلام والنشاط الفكري والمادي والتشييد والبناء والفن الرفيع. بيديني فكرة كده عن شكل العصر الدولة القديمة أو عصر بناء الأهرام. بيقول لي إن العصر ده تميز بالرخاء والاستقرار والسلام والنشاط. طب النشاط ده موجود في انهي مجال من مجالات الحياه؟ في نشاط فكري، الناس بتفكر، في نشاط مادي، الناس بتبني حاجات وبتبني اهرامات وبتبني معابد طبعا، واكيد والتشييد والبناء والفن الرفيع. وممكن كمان يا مستر عشان كلمه الاستقرار ان هم ما كانش عندهم حروب، ده كده اللي شجعهم كمان ان هم يبقوا متفرغين لحته البناء والتشييد. اكيد طبعا. بعد كده يا ولاد هنبدا ناخد اشهر ملوك الدوله القديمه، ودي حاجه هتثبت معايا في الثلاث عصور، يعني في عصر الدوله القديمه هديك اهم الملوك واشهرها، كذلك هيحصل الموضوع ونفس النظام
في عصر الدولة الوسطى وعصر الدولة الحديثة. نبدأ بأشهر ملوك الدولة القديمة. طبعا مش هناخد كل ملوك الدولة القديمة، هناخد أشهرهم واللي كان ليهم أعمال بارزة وواضحة وشهيرة في عصر الدولة القديمة. بس قبل ما نبدأ نتكلم عن أشهر ملوك الدولة القديمة أولاد، عايز أقول لك معلومة إن عصر الدولة القديمة شملت الأسرات من الأسرة الثالثة حتى السادسة. بمعنى إحنا عارفين إن تاريخ مصر القديم مقسم إلى 30 أسرة، اختص منهم التاريخ والمؤرخون ملوك الدولة القديمة وعصر الدولة القديمة في الأسرات من الأسرة الثالثة حتى السادسة. تعالى بقى كده نشوف مين أشهر الملوك اللي إحنا هندرسهم إن شاء الله في الدولة القديمة. أشهر الملوك عندي اللي هو الملك زوسر، اللي هو يعتبر مؤسس الأسرة الثالثة، لأن إحنا قلنا إن ملوك الدولة القديمة أو شملت الأسرات من 3 ل 6. طيب ومين تاني الملوك اللي إحنا هندرسهم؟ قال لي الملك سنفرو اللي هو برضه مؤسس الأسرة الرابعة. وعندي اللي بعد كده هلاقي الملك خوفو، وده ابن الملك سنفرو. وعندي خفرع ابن الملك خوفو. وعندي كمان منكورع ابن الملك خفرع، ودول كلهم مؤسسين او من ملوك الاسره الرابعه. يبقى عندي هنا اولاد الخمس ملوك اللي قدامنا دول، زوسر، سنفرو، خوفو، خفرع، منكورع، دول اشهر واهم ملوك الدوله القديمه اللي هناخدهم ونعرف ايه هي اهم اعمالهم. كمان بس في نهايه الدوله عندي ملك اخر اسمه اوسر كاف، بس ده ليه حاله خاصه هنعرفها مع بعض خلال الدرس. احنا قلنا ان هي بتشمل الاسرات من 3 ل 6، احنا اتكلمنا لحد الاسره الرابعه بس. عندي الملك اوسر كاف ده كده مؤسس الاسره الخامسه، والملك بيبي الثاني ده من ملوك الاسره السادسه. نبدا بقى اولاد ملك ملك كده على حده ونعرف ايه هم اهم اعمال الملوك. اول واحد كان الملك زوسر مؤسس الاسره الثالث. تعالى مع بعض نشوف ايه هو او ايه هي اهم اعمال الملك زوسر. طيب بقول رقم واحد، شيد الهرم المدرج، دي من اهم اعماله، شيد الهرم المدرج. طبعا اولاد احنا عارفين ان الهرم المدرج ده عبارة عن هرم مدرج بيتكون من ست مساطب فوق بعضها، كل واحدة اصغر من التي تليها. بس كده مستر اسلوب العمارة اتغير، لان الكلام ده ما كانش موجود في العصر العتيق اللي هي عصر الاسرتين الاولى والثانية. اكيد احنا اتفقنا مع بعض في اول الدرس ان الملوك دي كلها اهتموا ببناء الاهرامات عشان تكون مقابر حصينة ليهم لاعتقادهم في البعث والخلود. قبل كده في عصور الدولة العصر العتيق والعصر ما قبل الاسرات كان المدفن عبارة عن حفرة بيتغطى بالتراب والموضوع انتهى على كده، لكن ملوك الدولة القديمة اعتقدوا زي ما قلت لك في البعث والخلود فبدأوا في تشييد الاهرامات. وبيقول لي بقى ايه، انا بقول لك ان اهم ملوك الدولة القديمة الملك زوسر، ومن اهم اعماله شيد الهرم المدرج. ويجي عليه سؤال، ويعتبر الملك زوسر اول من غير في اسلوب العمارة للمقابر الملكية. يعني ايه؟ قال لي يعني انت كان عندك شكل للمقابر، الشكل ده اتغير في عصر الملك زوسر. ايه هو الدليل او ايه هو البرهان اللي موجود اللي يخليك تقول ان الملك زوسر ده غير في اسلوب العمارة للمقابر او شكل المقابر نفسها؟ قال لي ان الملك زوسر دوت اتحولت المقبرة في عهده بعد ما كانت مصطبة واحدة الى هرم مدرج. يبقى احنا اتفقنا ان كان شكل المقبرة في العصر العتيق اللي هو عصر الاسرتين الاولى والثانية كان عبارة عن مصطبة واحدة. بعد كده لما جه الملك زوسر وغير في اسلوب العماره خلى الهرم خلى الشكل المصطبه الواحده ده بقى هرم مدرج يتكون من 6 مصاطب شيدت فوق بعضها البعض. وطبعا الفضل في الكلام ده يرجع للوزير بتاعه اللي هو ايمو حط. يقول لي هنا يطلق على هرم او يطلق على هرم الملك زوسر في سقاره الهرم المدرج. طبعا زي ما احنا شايفينه كده في الصوره زي ما الميس موضحت ان هو بيتكون من 6 مصاطب بعد ما كانت المقبره او المدفن بيتكون من مصطبه واحده. طبعا شايفين في الصوره الست مصاطب المتتاليه فوق بعضها. طيب يطلق على هرم زوسر في سقاره الهرم المدرج، قلناها لانه يتكون من 6 مصاطب شيدت فوق بعضها البعض بشكل مدرج زي ما هو كده واضح قدامي سنه اولى في الصوره بتاعتي. تعال بقى نشوف الرقم 2 الملك سنفرو. قال لي اول حاجه الملك سنفرو كان من حكام الاسره الرابعه. طيب ايه اهم اعماله وايه موضوع الملك سنفر ده بالذات؟ قال لي مستر اول حاجه مده حكمه 24 عام. طبعا لما ملك بيحكم لمده 24 عام دي مده يعني فتره طويله. طبعا. طب ايه السر يا اولاد ان الراجل دوت او الملك سنفر دوت امتد واستمر حكمه لمده 24 عام؟ هنعرف اكيد عهده كان فيه مميزات يخليه يفضل في الحكم المده الطويله ديت ال 24 عام.
قال لي بدليل على كده مستر ان يعني في فتره حكم مستقرة ان هو اطلق عليه الملك المحسن المحبوب، اكيد ورا التسميه دي في حاجه، ممكن يكون العهد بتاعه مثلا تميز بالاستقرار او العداله او ما كانش بيظلم حد في عهده عشان كده المصريين احبوه فقعد الفتره الطويله دي كلها. يبقى لو جالي هنا وقال لي اطلق على الملك سنفرو الملك المحسن المحبوب هقول له كده لان البلاد في عهده تميزت بالاستقرار والعداله فاحبه المصريين. او ممكن اعكس السؤال واقول له ايه ما النتائج المترتبه على وجود الاستقرار في عهد الملك سنفرو، هقول له اطلقوا عليه ايه الملك المحسن المحبوب. طيب تعال بقى نشوف اهم اعماله. احنا عرفنا ان هو حكم الملك سنفرو 24 سنه، عهده تميز بالاستقرار والعداله فاحبه المصريون وبالتالي اطلقوا عليه الملك المحسن المحبوب. تعال بقى اولاد نشوف مع بعض اهم اعمال الملك سنفرو. رقم واحد، شيد هرمين في دهشور. دهشور زي ما احنا عارفين دي بالقرب من الجيزه. طبعا استكمالا لموضوع الدرس واهتمام الملوك بتشييد وبناء الاهرامات، كمان زي ما زوسر شيد الهرم المدرج كمان سنفرو شيد هرمين في دهشور. طبعا مش بضخامه الاهرام في زوسر ولكن هرمين كبار موجودين في دهشور. واهتم منذ بدايه حكمه بشؤون مصر. طيب الشؤون اللي هو اول يعني بدايه حكمه واهتم بشؤون مصر على المستوى ايه؟ على المستوى الداخلي ولا على المستوى الخارجي؟ تعالى كده الاول نشوف من الناحيه الداخليه، هلاقي ان هو امن حدود مصر من الناحيه الجنوبيه والشرقيه. طب ليه سنه اولى نتوقع ان هو ممكن يكون امن حدود مصر من الناحيه الجنوبيه والشرقيه؟ انا سامعه ناس بتقول لي فعلا لان البلاد كانت معرضه لاخطار من ناحيه الجنوب اللي هي من ناحيه النوبه ومن ناحيه الشرق عن طريق فلسطين. ومش بس كده كمان تهتم باستخراج المعادن مثل النحاس والفيروز وده كان بيستخرجهم من شبه جزيره سيناء. يبقى لما يجي لي كده ويقول لي اهتم الملك سنفرو بشؤون مصر داخليا هقول له كده عمل ايه؟ حيث امن حدود مصر الجنوبيه والشرقيه واهتم باستخراج المعادن مثل النحاس والفيروز. طيب تعال نشوف بقى اهم اعماله وانجازاته خارجيا. احنا عرفنا والميس لسه قايل لنا الاهم الاعمال واهتمامه بشؤون مصر داخليا. طيب تعال نشوف بقى خارجيا عمل ايه. بيقول اول حاجه اعتنى بالتجاره الخارجيه. كلمه تجاره خارجيه اولاد يعني هو بيهتم بان هو يستورد ويصدر الحاجات او السلع والمنتجات. طيب عندك دليل او عندك برهان ان الملك سنفرو اعتنى بالتجاره الداخليه؟ طبعا اول حاجه بيقول لي شيد السفن. الله، طب شيد السفن ليه؟ قال لي مستر ما انت بتقول لي ان هو اعتنى بالتجاره الخارجيه، اكيد عمليه الاستيراد والتصدير دي هتتم عن طريق السفن، يبقى لازم يكون عندي سفن اكون بيها اسطول تجاري عشان اقدر اصدر واستورد السلع المختلفه. يبقى دليلي على اعتناء الملك سنفرو بالتجاره الخارجيه شيد السفن وارسل اسطولا لبلاد فينيقيا. كلمه فينيقيا اولاد او بلاد فينيقيا هي دوله لبنان حاليا. طب هيعمل ايه؟ ليه بعت الاسطول ده وليه بعت السفن دي الى بلاد فينيقيا اللي هي لبنان حاليا؟ قال له مستر لجلب خشب الارض. طبعا عارفين ان بلاد لبنان يعني مشهوره جدا ومتميزه جدا في اهم انواع الاخشاب وهو خشب الارض. فالملك سنفرو عشان مهتم بالتجاره الخارجيه شيد السفن وارسل الاسطول دوت لبلاد فينيقيا اللي هي لبنان عشان لجلب الخشب او خشب الارض. ولو جينا اتكلمنا عن كلمه اسطول، كلمه اسطول معناها لمجموعه من السفن اللي بتستخدم في التجاره، لان ايام زمان سنه اولى زي ما احنا عارفين ما كانش في بقى وسائل مواصلات غير يا اما السفن يا اما بعض الدواب مثلا زي الجمال او الخيول، انما ما كانش عندي لا في عربيات ولا في طيارات. عشان كده الملك سنفرو اهتم ان هو يشيد السفن علشان دي بتعتبر وسيله المواصلات اللي هيقدر من خلالها يقوم بعمليه التجاره الخارجيه. الملك الثالث الملك خوفو. الملك خوفو اولاد زي ما مكتوب قدام حضرتك كده ابن الملك سنفرو. كالعاده هنعرف ايه هي اهم اعمال الملك خوفو. ده الملك خوفو ده مشهور جدا يعني حتى من غير ما نعرف الاعمال بتاعته ده هو صاحب الهرم. انا من قبل طبعا انا من قبل ما اعرف ان في حاجه اسمها الملك خوفو انا عندي هرم كبير جدا اسمه الهرم الاكبر او هرم الملك خوفو. بالظبط كده. تعال نشوف منطقه الجيزه. تمام تعال نشوف اهم اعمال الملك خوفو. رقم واحد بيقول لي شيد الهرم الاكبر الذي يعتبر احدى عجائب الدنيا. خلي بالك عجائب الدنيا مش الاهرامات الثلاثه زي ما كثير من الناس بيعتقدوا، من عجائب الدنيا القديمه الهرم الاكبر بتاع الملك خوفو فقط. يبقى اول واهم اعمال الملك خوفو شيد الهرم الاكبر الذي يعتبر احدى عجائب الدنيا. طب ليه مستر الملك او هرم الملك خوفو او الهرم او هرم خوفو بيعتبر من احدى عجائب الدنيا؟ قال مستر لانه يتميز ببراعه هندسته وضخامه حجمه. اكيد كتير مننا راحوا
الجيزه او محافظه الجيزه وشافوا شكل الهرم ده. الهرم ده هو ضخم جدا، بالاضافه انه بيتميز ببراعه الهندسه بتاعته. لحد دلوقتي العلماء مش عارفين ازاي الفراعنه في الوقت دوت وبالامكانيات المحدوده ديت قدروا ان هم شيدوا بناء ضخم وبتصميم هندسي بارع زي هرم خوفو. مستر، الهرم دوت يعني اتشيد على مساحه 13 فدان، وطبعا دي طبعا مساحه ضخمه جدا. ولو جينا اتكلمنا عن الارتفاع بتاعه، كان ارتفاعه في البدايه 146 متر، بس طبعا مع تاثره بعوامل الزمن والحراره فلقينا ان الارتفاع بتاعه ده بدا يقل، وبدا يبقى ان هو 138 متر. طيب زي ما الميس كده بتقول ان شويه ده الهرم الاكبر على مساحه 13 فدان. طبعا 13 فدان ديت كقاعده هرم مساحه كبيره جدا، وارتفاعه 146 متر، ثم اصبح ارتفاعه بسبب عوامل الجو والرياح الى 138. يكفي اقول لك ان مساحته 13 فدان وارتفاعه في اول وقت بنائه 146، طبعا كان لازم يعتبر من احدى عجائب الدنيا. بعد كده هنخش على الملك خفرع اللي هو يعتبر ابن الملك خوفو. برضه نفس الموضوع، انت عندك او كلمه خفرع ديت مسموعه على ودانك قبل كده. مين هو الملك خفرع وايه هي اهم اعماله؟ الملك خفرع دوت هو ابن الملك خوفو وحفيد الملك سنفرو، وهنعرف ان هو شيد الهرم الاوسط اللي صممه مهندسوه على نفس نمط هرم ابي، بس مش بنفس حجمه، هو اقل منه شويه كنوع من الاحترام والتقدير لابي. طيب قال لي الهرم دوت كان ارتفاعه 143 متر. احنا لو اتكلمنا على ارتفاع الهرم الاكبر زي ما احنا قلنا ارتفاعه الاساسي كان 146، هو لما جه عمل الهرم بتاعه عمل ارتفاعه على السنه 143. ومش بس كده، كمان تنحى التمثال اسمه تمثال ابو الهول. التمثال ده طوله اكتر من 57 متر وارتفاعه 20 متر. طب التمثال ده كان شكله ايه؟ التمثال ده كان شكله على راس، يعني راسه كده كانت راس انسان والجسم بتاعه جسم اسد. ويقال في بعض يعني بعض المؤرخين بيقولوا ان التمثال ده بيجسد شخصيه الملك خفرع. بعد كده ولاد عندي الملك الخامس، الملك منكورع ابن الملك خوفو. زي ما احنا كده مش شايفين التسلسل، خوفو خفرع منكورع او ابن الملك خفرع. طيب ايه هي اهم اعمال الملك منكورع؟ بيقول تميز عهده بانه اكثر حريه من ابيه وجده. طبعا عارفين احنا اولاد الملوك الفراعنه كانوا بيحكموا مصر بشيء من القسوه شويه للتاكيد على بسط نفوذهم وسيطرتهم على الشعب. لكن عصر الملك منكورع تميز عهده بانه اكثر حريه شويه، اكثر حريه من ابيه وكمان جده. طيب بما تفسر يعني ليه يعتبر عصر الملك منكورع يتميز بالحريه؟ الاجابه لان الشعب مارس شعائره الدينيه بحريه لم يعهدها في العهود السابقه. يعني ما كانش بيجبر حد ان هو مثلا ايه ان هو يعبد معبود معين، لا هو طرف الحريه للناس. كل واحد عايز يعبد معبود معين يبقى مفيش مشكله، اعبد اللي انت عايزه. ايه هي اهم اعمال الملك منكورع؟ قال لي رقم واحد، شيد الهرم الازهر استكمالا لسلسله الاسره بتاعته، الملك خوفو ثم الملك خفرع ثم الملك منكورع. برضه شيد الهرم الازهر اللي هو يعتبر برضه نفس الموضوع، نفس نمط ابيه وجده، ولكن بس كان اصغر، كان اصغر 66 بالظبط كده، اصغر في الحجم. طيب هيبدا بقى اولادي يتكلم معايا عن حاجه جديده وهي سقوط الاسره الرابعه. طيب اكيد ليها اسباب، شوف مع بعض كده اولاد بما تفسر او ما هي اسباب سقوط الاسره الرابعه. قال يا مستر طالما اسباب سقوط يبقى كده في ضعف، طب الضعف ده هيجي لي نتيجه ايه؟ هقول لك كده ان في اواخر عهد الاسره الرابعه او اواخر حكم الاسره الرابعه ازداد نفوذ كهنه الاله رع. مين الاله رع ده يا مستر؟ الاله رع ده اهم واشهر الالهه في مصر القديمه، وكان يرمز له بكورس الشمس. طيب هل الاله رع دوت بدا طبعا ان هو يبقى ليه كهنه، والكهنة دولت اللي هم يعتبر القائمين على خدمة الإله في المعبد. بدأ الكهنة دولت لما نفوذهم زاد بدأ ان هم يتدخلوا في شؤون الحكم. طب ايه اللي خلاهم يتدخلوا في شؤون الحكم؟ نتيجة لضعف ايه؟ لضعف الملوك. طب لما الملوك ضعفوا قدروا الحكام دولت او قدروا الكهنة دولت ان هم يسقطوا الأسرة الرابعة. طبعا اولاد كلما زاد اهمية الملك كلما زادت معه اهمية كهنة هذا الملك. وطبعا كمان مع زيادة نفوذ كهنة الإله رع وفي المقابل كمان ضعف حكام الأسرة الرابعة، قدروا إن هم يسقطوا الأسرة الرابعة، وقدروا إن هم يتدخلوا في شؤون الحكم ونجحوا في إسقاط الأسرة الرابعة. طيب هنشوف إيه اللي هيحصل بعد كده أولاد. اللي هيحصل بعد كده إن هيتولى كبيرهم أوسر كاف الحكم،
مين اسر كاف ده؟ ما انت هتفهم السطرين اللي قبل منه. بقى مستر اسر كاف دوت احد كهنه الاله رع، وده الملك يعتبر اللي هيقدر ان هو ياسس لي الاسره الخمسه. هو احد كهنه الاله رع وكبيرهم، اكبر واحد فيهم. ولما نجحوا في اسقاط الاسره الرابعه، مين طبعا هيتولى الحكم في ذلك الوقت؟ طبعاً الملك هو الكبير بتاعهم، الكبير بتاعهم اللي هو كده اسر كاف هو اللي هيتولى الحكم وهياسس لي الاسره الخمسه. تعال نشوف بقى الملك أوسر كاف مؤسس الأسرة الخامسة مين هو؟ كان كبير كهنة الإله رع بمدينة هليوبوليس. هليوبوليس دي اللي احنا قلنا اللي هي عين شمس حاليا. تمام. ومش بس كده كمان، ده لما تولى حكم مصر أطلق على نفسه ابن الإله رع علشان يبقى تولي الحكم بشكل رسمي، محدش يشكك إن هو تولى الحكم بالظبط كده. يبقى هو ماسك الحكم بشكل شرعي. هو مين أشهر وأهم إله في مصر القديمة؟ الإله رع. فأنا هطلق على نفسي ابن الإله رع بحيث يكون شكلي وانا في الحكم بشكل شرعي وكمان رسمي. طيب ايه كمان وايه هي اهم اعمال الملك اوسر كاف؟ رقم واحد، اهتم هو وخلفائه بتشييد المسلات الضخمه، وزي ما احنا شايفين شكل المسله اللي موجوده قدامنا كده. ومش بس كده كمان، ده عمل معابد مكشوفه للشمس في ابيصير بالجيزه. طب المعابد المكشوفه دي عملها ليه؟ علشان يقدسوا فيها الاله رع اللي هو ايه اللي رمزوا له بقرص الشمس. طبعا ليه مكشوفه زي ما النسبه بتقول لك كده؟ هم بيعبدوا اهم اله موجود هو رع. مين هو رع ده؟ اللي هو قرص الشمس. تمام. دلوقتي لما اخش المعبد عايز اعبد الاله بتاعي اللي هو قرص الشمس، بالتاكيد المعبد لازم يكون مفتوح عشان اقدر اشوف الاله اللي انا بعبده اثناء العباده. بقول لي بعد كده اولاد، ظلت البلاد في عصر بنات الاهرام قويه ومتماسكه لفتره طويله حتى دب فيها الضعف اواخر عهد الملك بيبي الثاني احد ملوك الاسره السادسه. احنا عرفنا ان اسر كاف اسس الاسر الخامسه، وكان اطلق على نفسه ابن الاله رع، وبدا ان هو يبني المسلات ومعابد الشمس المكشوفه. بعد كده مع مرور السنوات ظلت البلاد في عصر بنات الاهرام قويه، الى ان جاء الملك بيبي الثاني. ده احنا قلنا ان هو احد ملوك الاسره السادسه وكان ضعيف، ونتيجه لكده سقطت تماما الدوله القديمه كلها اللي شملت الاسرات من 3 ل 6 نتيجه لضعف الملك ده، ودخلنا في عصر جديد او في حقبه تاريخيه جديده. طيب لو جينا بصينا كده على السؤال ده، بيقولي ضعف وسقوط الدوله القديمه، ايه يا ترى اسباب ضعف وسقوط الدوله القديمه بالظبط؟ برافو عليك يا سنقول، انا سامعه ناس بتقولي بسبب ضعف هيبه الملوك. يعني ايه ضعف هيبه الملوك؟ يعني تولي ملوك ضعاف، الملوك كانوا ضعاف مش قادرين ان هم يحكموا، بدليل ان الكهنه نفوسهم ايه زاد في حكم البلاد. مش بس كده كمان، ازدياد نفوس حكام الاقاليم، الحكام اللي كانوا بيحكموا الاقاليم عندي اللي هم بما يعادل المحافظين دلوقتي، بداوا لما الملوك ضعفوا بدأ كل واحد فيهم عايز يستقل بالإقليم بتاعه ويستقل تماما عن الدولة اللي موجودة عنه. وهنا أولاد لو نلاحظ إن في علاقة عكسية، بمعنى كل هبة الملوك وقوتهم ما قلت، كل ما هتلاقي قصادهم زيادة في نفوذ حكام الأقاليم. ودول أهم سببين من أسباب سقوط الدولة القديمة. طالما الملوك هبتهم وقوتهم هتقل، هيزداد معاهم نفوذ وقوة حكام الأقاليم. السبب الثالث، تفكك وحدة البلاد. شيء منطقي جدا لما يكون عند الملوك ضعيفة وفي ناس بتحاول تسيطر على الحكم من حكام الأقاليم، أكيد هيحصل عندي تفكك وحدة البلاد. رقم السبب الرابع، انهيار سلطة الحكومة المركزية. يعني ايه حكومة مركزية؟ قال لي دي الحكومة اللي كانت بتتركز في يدها جميع السلطات، يعتبر الحكومة اللي بتساعد الملك. طب ما فيش ملك والحكام الاقاليم يعتبر نفوذهم خلاص هو زايد، وكل واحد عايز يستقل بالاقليم بتاعه، فطبيعي ان انا مش هلاقي حكومه مسؤوله، فانهارت سلطه الحكومه المركزيه تماما نتيجه لتفكك وحده البلاد. وكل الاسباب دي ادت الى ضعف وسقوط الدوله القديمه. على فكره يا اولاد انا مش عايزك تحفظ، انت المفروض تستنتج الموضوع ده بنفسك. انا لما اقول لك بسبب ضعف هيبه الملوك هيترتب عليها زي ما قلت لك علاقه عكسيه بزياده نفوذ حكام الاقاليم. طيب لما يكون عندك ملوك ضعيفه، هل البلد هتكون موحده؟ لا طبعا، هتتفكك وحده البلاد. طب برضه بنفس الاسلوب، لو البلد او الحكام ضعاف، هل الحكومه المركزيه والسلطه بتاعت الملوك هتكون قويه؟ لا طبعا، برضه انهيار سلطه الحكومه المركزيه. وهنشوف كده، وبسقوط الاسره السادسه ينتهي عصر الدوله القديمه. هلاقي بعد عصر سقوط الدوله القديمه هتظهر لي فتره كده هتبدا البلاد فيها تتدهور زي ما احنا قلنا، وهطلق على التدهور ده اسم كده. اسمه ايه دوت؟ قال لي اسمه عصر الاضمحلال الاول. ايه عصر الاضمحلال الاول ده؟ هو عامة كلمة اضمحلال يا ميس بمعنى ضعف وانهيار في عصر او وقت معين من الدول، بمعنى تفكك ضعف الملوك.
الملوك. ودي حاجة طبيعية جدا بتحصل، كل ما كل ما كانت الدولة قوية هيجي عليها وقت ويحصل لها اضمحلال. يعني ايه اضمحلال؟ يعني ضعف او سقوط او انهيار. تعال بقى نشوف عصر الاضمحلال الاول، يعني ايه اول ما تقول لي عصر الاضمحلال وتسكت؟ لا، ما هو كمان شوية في عصر الدولة الوسطى هقول لك ان في حاجة اسمها عصر الاضمحلال الثاني، يبقى مش عصر الاضمحلال وخلاص. وضح اجابتك. يبقى عصر الاضمحلال الاول جه بعد سقوط الاسرة الستة، بيشمل الاسرات من السبعة العشرة. اكيد ما هو جه بعد سقوط الاسرة الستة، يبقى اكيد هيبدأ من الاسرة السبعة حتى واستمر الى الاسرة العشرة. ايه اللي حصل في عصر الاضمحلال الاول ده؟ طبعا عصر الاضمحلال او كلمة اضمحلال نفسها هو حالة من الضعف التي تسود بعض الدول في فترات تاريخية نتيجة ضعف الملوك. خد بالك وحط خط تحت كلمة ضعف الملوك، ده كان اول سبب من اسباب انهيار الدولة القديمة. يبقى يعني كلمة اضمحلال هو حالة من الضعف التي تسود بعض الدول في فترات تاريخية نتيجة ضعف الملوك. طيب ايه اللي حصل في عصر الاضمحلال الاول؟ وفي كل مرة بأكد عليك اني بكملها للاخر، عصر الاضمحلال الاول. هل البلاد في العصر دوت تعرضت طبعا بعد سقوط الدولة القديمة لحالة من الضعف؟ نتيجة تعرض البلاد لحالة من الضعف لقينا ان البلاد تعرضت لهجمات خارجية. بدأت بعض الهجمات تيجي علينا من الاسيويين اللي احنا اتفقنا ان هي جايه من جهه ايه؟ من جهه الشرق. الله ينور سنه اولى. قال لي نتج عن الهجمات بتاعه الاسيويين دي احتلال بعض اجزاء من مصر. طب انا كده اصبحت عندي اجزاء من مصر محتله. طيب قال لي استمر الضعف دوت نتيجه عهد الاسرتين السبعه والثامنه. طيب والاسره يا ميس احنا قلنا عصر الاضمحلال الاول من الاسرات من سبعه لعشره. طيب احنا فين بقى التسعه والعشره؟ قال لي في الوقت ده ظهرت اسره قويه اللي هي اسره اهناسيا دي اللي ظهرت عندي في محافظه بني سويف، والاسره دي هنعرف ان هي ليها دور عظيم في التصدي في عصر الاضمحلال الاول ده، وهنشوف عملت ايه. بيقول لي كان لزور اسره اهناسيا دورا كبيرا في عصر الاضمحلال الاول. احنا عرفنا ان من بعد سقوط الاسره السادسه بدات عصر الاضمحلال الاول، ونظرا لضعف الملوك وتفكك وعره البلاد اتعرضت مصر لهجمات الخارجيه الاسيويه التي تهجم على مصر من جهه الشرق. الهجمات ديت استمرت في الاسرتين السبعه وكمان الثامنه حتى ظهرت اسره اهناسيا. طيب عملت ايه اسره اهناسيا ديت، وايه الدور اللي قامت بيه في عصر الاضمحلال الاول؟ مستر ممكن يكونوا هم اللي تصدوا الهجمات الاسيويين اللي حاولوا ان هم يحتلوا اجزاء عندنا من البلاد، وفعلا ده اكيد ده اللي حصل. ده اكيد ده اللي حصل. بيقول لي حيث اخذت على عاتقها طرد الغزاة الاسيويين من البلاد واعاده الاستقرار للبلاد. بس انا مش فاهم، يعني دلوقتي احنا اول ما خدنا عصر الاضمحلال الاول قلت لك انه بيمتد من الاسرات من السابعه الى العاشره، وفي خلال الاسره السابعه والثامنه تعرضت مصر للغزو الاسيوي، جت ظهرت اسره اهناسيا واخذت على عاتقها طرد الغزاة الاسيويين ونجحت في ذلك. في اسرتين واعين مني برضو لسه مش عارف راحوا فين. قال لي تم بقى بعد كده تأسيس الأسرتين التاسعة والعشرة والتي تميز عدمها بالرخاء والاستقرار، وده اللي احنا قلنا اللي هم نجحوا فيه حكام أسرة ايه؟ أهناسيا. بس للأسف الرخاء دوت ما استمرش طويلا، لأن جه بعد كده حكام مدينة طيبة اللي هي الأقصر حاليا نجحوا ان هم يسقطوا الأسرة العاشرة ويعيدوا الوحدة الوطنية للبلاد، ومن هنا هتتأسس عندي دولة جديدة أو أسرة جديدة أو يعني دولة جديدة اللي هي عندي عصر الدولة الوسطى. يعني لو جالي سؤال خبيث شوية في الامتحان يا ميس وقال لي لم يكن عصر الاضمحلال الاول الذي يشمل الاسرات من السابعه الى العاشره كله فتره ضعف، عندك اجابه للسؤال ده؟ ممكن نقول مثلا لم تكن مصر تتعرض لهجمات او الغزاة الاسيويين، وممكن نقول برضو اللي هو لم يستمر الرخاء طويلا ولم يتمكن حكام طيبه من اسقاط الاسره العاشره واعاده وحده البلاد. اكيد طبعا الاسره السابعه والثامنه كانوا بيتعرض مصر للغزو الاسيوي، ولكن في الاسرتين التسعه والعاشره استطاعوا اسره اهناسيا ان هم يرجعوا الازدهار والرخاء تاني للبلاد، ولكن الازدهار ده ما استمرش ونجح حكام طيبه في اسقاط الاسره العاشره واعاده الوحده الوطنيه للبلاد. سؤال المتفوقين عندنا، بما تفسر تسمية الملك سنفرو بالملك المحسن المحبوب؟ ركز كده معايا في السؤال هقوله مرة تانية، بما تفسر تسمية الملك سنفرو بالملك المحسن المحبوب؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.